اوكي طلاب، اعتقد هسه بديتوا تسجلوا المحاضره. اليوم محاضرتنا على ثيرابي اوف اورال ميديسين او ان دنتستري سبيسيفيك ثيرابيز. نبدي بالتريتمنت اوف ذا بين، الاورال بين. مثل ما قلت قبل شوي، الاورال بين عند a variety of causes، يعني مو كوز واحد، يعني اقل شيء اقل شيء بالبايتس ulceration اكو هواي اسباب. فمثل ما قلنا بالبداية، بداية السنة الدراسية من أخذنا مواضيع الهيستوري والدياجنوزز، فعلى مود نعطي appropriate drugs for treatment of the pain لازم نسوي good diagnosis أو benefit diagnosis أو perfect diagnosis. الانالجيزيك البين كيلر خلينا نقول اللي قد نستخدمها بالدنتستري انقسم الى مجموعتين اساسيتين. المجموعه الاولى نن اوبيويد انالجيسيك، اوبيويد اللي هي السنترال اكتين، يعني مثل المخدرات تقريبا. النن اوبيويد اللي هو بريفراري اكتين، بريفراري يعني مو من البرين، سنترالي يعني من البرين الاكشن مالته. النن اوبيويد ذا موست كومن اند فيميوس وان هو الاسبرين، وهو الاقدم واحد تقريبا. الأسبرين peripherally acting analgesic. It also possesses a potent anti-inflammatory and anti-pyretic properties. يعني بالإضافة إلى هو analgesic، هو مخافض للحرارة ومضاد للالتهابات. As a dentist example, إذا سيدي سوي prescription two aspirin tablet، كل aspirin 225 for the adult طبعا مليغرام، إذا 2 650 show to be as effective as 60 مليغرام of codeine اللي هو central acting. An elevating pain after third molar extraction. The second drug in the same group أن الايبوبروفين أو نسميه بروفين. البروفين إذا اعطيناه 600 مليغرام every 4 hour appeared to be superior in controlling oral pain when compared with the aspirin even when supplemented with codeine. يعني 600 ملغ من البروفين أفضل وأقوى من 600 ال 655 مات الأسبرين حتى إذا كان وياه كودين. بعد نقدر نعطي الميفيناميك أسيد اللي هو نسميه البونستانت 500 ملي جرام لودينج دوز فولود باي 250 ملي جرام every 6 hours used as analgesic for oral for والله ما أشوف الشاشة for oral discomfort. It exerts greater analgesic effect than aspirin. Ponistan بعد ايضا اقوى من الاسبرين. السكند جروب اللي هو قلنا مين جروب، هو عندنا تو جروب اوبويد نن اوبويد. عندنا الاوبويد انالجيسكس. Several dental and oral pain may require the use of opioid analgesics, either alone or in combination with the peripherally acting non-opioid analgesic. The opioid, نضيف وياها peripherally acting, لأن الأوبيويد الوحدة ما عندي anti-inflammatory action. فكثير من الشركات الأدوية يخلوها ويا peripherally acting على مود يصير وياها analgesic and anti-inflammatory action. The most opioid agents used in dentistry هو الكودعين. كودعين أو oxycodone. هذول the two main opioid analgesic used to relieve the pain in dental أو in dentistry. أكثر شيء أنا أشوفه يخلوها الكودعين والباراسيتول. وينطي good
effect for treatment of the pain. مثل ما قلنا هاي الدراكس الأوبيويد are frequently combined with the aspirin because do not process anti-inflammatory effect. يعني يخلوها هو non-opioid اللي هو peripherally acting على مود anti-inflammatory action. بعد غير هذول الدراجز المين تو جروبس عندنا other choices to treat the pain in the oral cavity. المجموعة الثالثة نقدر نستخدم palliative therapy ملطفات مسكنات يعني locally أكثر شيء. A variety of topical anesthetic can be used effectively. Lidocaine is the most common agent used as viscous 2% to 10%. هذا الأشهر واحد lidocaine اللي هو xylocaine. With beneficial for rapid pain relief of both localized and widespread oral ulceration. But has short effect. يعني ورا احتمال ربع ساعة يروح مفعولة. Patients should be advised to apply topical lidocaine. إذا كتبت له topical lidocaine لازم تنصحه using a cotton pad applicator. شلون هاي العودة مال تنظيف الأذان هذا اللي بيها قطة يخليها على هذا ويخليها على المكان اللي بيها التقرح بالضبط يعني ما يروح منه. And maintain contact of the drug with the mucosa for the at least 1 minute. Caution the patient to expectorate the medication as thoroughly as possible to prevent anesthesia of the pharynx. يعني تقول لا تبلع الدواء هذه الزيلوكاين تتفله لازم ورا دقيقتين ثلاثة شوف ايش قد يتعمله. بعد نقدر نستخدم نسميها occlusive dressing. شلون الضمادات اللي يخلوها على الجروح الخارج الاورال كافيتي كلكم شايفين الضمادات. ايضا عندنا ضمادات في الاورال كافيتي فور اورال يوز والاكثر شيء نستخدمه هو الاورال بيس. يعني الضمادات هنا كانما عزل الليجن على الانفايرومنت على مود ما يستغل البكتيريا والفطريات. اضمد ضماد أغطي هذا المقصود به occlusive dressing ضمادات الانسداد أو الإغلاق أو separation خلينا نقول نفصل الليجن على الأورال environment. A variety of occlusive dressing may be of value for patients with the vesicular erosive diseases يعني ulceration in general of the mouth and such as recurrent aphthous stomatitis. طبعا هاي يعني حقيقة أكثر شيء يستخدم بالألسرز. For example اللي هو most commonly used Orabase فقط separation media يعني فقط cover ضماد يعني بدون أي دواء. Act as oral mucosal occlusive dress that may be used alone or in combination with topical anesthesia and anti-inflammatory drug. يعني أورابيس فقط نعتبره مثل الشاش أو شو سميها يعني فتشي نغطي به الجرح ما بيها دراكس فقط يسوي separation of the lesion from the environment. بس إذا نحتاج لهذا الليجن نعالجه فد anti-inflammatory نقدر نضيفه ويا الأورابيس. أوكي وأكثر شيء عندنا هاي نستخدمها موجودة بالصيدليات نسميه كينالوك إن أورابيس اللي هو بها نوع من الستيرويد انتي انفلاماتوري يخلوها بالاضافه الى سيبريشن يخلوها ان كونتاكت وذ ليجن ان توبيكال انتي انفلاماتوري نقدر نخلي حتى انالجيزيك وياها. In addition to providing a protective barrier between ulcerated mucosa and the oral environments, it's also sustain high level of active agents such as corticosteroid at the site of application. يعني من نضيف ويا مادة drug anti-inflammatory خاصة الستيرويد راح يبقيها بالمكان أطول فترة ممكنة. يعني بدل ما أخلي الستيرويد وحده بالمكان وما يطول لي في دقيقتين ثلاثة
راح اخليه ويا الاوروبايس ويبقى عندي ساعه وساعتين. هذا واحد ايضا من فوائده. topical treatment of inflammation. هسه نجي على التريتمنت اوف ذا انفلاميشن. اول شيء topical treatment عندنا الكورتيكوستيرويد. الستيرويد نقدر نستخدمه topically وسيستماتيكالي. بالtopical treatment remain the most effective and frequently used form of therapy for inflammation and erosive disease affecting the oral mucosa and your corticosteroid because of their widespread use and lack of adverse effect. Lack of adverse effect بالنسبة للtopical مو للsystematic. الستيرويد إذا ناخذه systematic بيها واي side effects، بس بالtopical تقريبا ما بيها أي side effect. أوكي. Intermediate strength corticosteroids such as fenesulfonide are the drug of fair choice for active vesiculobullous or vesiculoerosive disease. However, clobetasol is better for more severe disease. هذا in detail drugs of choice اللي باش عقبه قد يشوف هاي المرضى وقد تقدر تساعدهم وتكتب لهم اياه. Topical corticosteroid also benefit in treatment of erosive lichen planus, recurrent aphthous, pemphigus, pemphigoid, erythema multiform, lupus erythematosus, even when systemic therapy is administered concomitantly. يعني اذا نعطيهم حتى لو systemic هو يبقى البنفيت مات التوبيكال very high. Ointments such as ointment causes the least irritation but adhere poorly to the oral mucosa. يقول إذا استخدمت على شكل ointment يعني عنده أقل irritation. هذا من فوائد الointment، ما يسوي irritation هواية ولكن ما يبقى بالمنطقة لمدة طويلة، يعني ما بيها adhered effective، يعني ما يقدر يلتصق. هاي المشكلة مالته، بس ما يسوي irritation. بينما الكريم والجل تيست بيتر and may bear on contact with the irritant mucosa يسوي لي irritation but are generally well tolerated. يعني الإفكت مالته يكون أفضل من الأوينتمنت ولكن المشكلة بيها irritation. Patients should be instructed to apply topical steroid to involved area using a finger or cotton tipped applicators. مثل ما حكينا على القبلة الليدوكاين أيضا تخلي الستيرويد على المكان المحدد، ما يعني ما تخليه على كل oral cavity. طبعا تخليه gently massage the medication into the affected mucosa and maintain in contact with the mucosa for at least 30 seconds. To maximize efficacy, patients should not eat or drink for 30 minutes after application of the medication and should reapply it several times a day. يعني من يخلي المريض هاي الاوينتمنت او الكريم او الجل تقول له لا تشرب ولا تاكل فد نص ساعه وتكرر الحاله فد عده مرات باليوم. Topical steroid may result in secondary candidal infection when applied in the oral cavity. بهاي الحاله نعطيهم انتي فنجال ثيرابي to prevent the fungal infection. بعد topical treatment for inflammation and the antibiotics. Topical antibiotic may be of value in treatment of recurrent aphthous by inhibiting bacterial colonization or by their anti-inflammatory properties. يعني يمنع عندي secondary infection وبالإضافة إلى هو عنده anti-inflammatory action. From these, أن tetracycline suspension topically
إذا ما عندنا سسبنشن توبيكالي نقدر نستخدم 250 ملي جرام كبسول نفتحه ونذوبه بنص جلاس من المي ونستخدمه على شكل رنس several times a day. But to avoid cosmetic staining, تدرون أنه يسوي pigmentation in التتراسايكلين. The solution should be applied directly to the alteration with gauze or cotton. Erythromycin and cephaloxin has some success. نقدر أيضا نستخدمها مثل التتراسايكلين. بعد عندنا another drug اللي هو السايكلوسبورين اللي هو mainly used for the organ transplantation to inhibit the immunity and the rejection. يعني الناس اللي يزرعون خاصة هذول اللي يزرعون كلية ينطوهم السايكلوسبورين على مود يقلل الاميونيتي ويقلل الريجكشن اوف ذا اورجان. الريجكشن يعني الجسم على مود ما يرفضه الزرعة اللي هو الكدني. Okay, although used as a potent systemic immunosuppressant for patients undergoing organ transplantation, cyclosporine, 100 mg per ml, has been demonstrated as an effective oral rinse to treat erosive lichen planus. You know, under potent anti-inflammatory action. Patients should hold 2 to 5 ml of undiluted solution in their mouth for approximately 5 minutes and then expectorate. My blah. Eating and drinking should be avoided for at least 30 minutes after use. The medication should be administered 3 times a day and the regime maintained for 8 weeks or longer depending on the response. هذا الإيروسوف لايكن بلانوس طبعا. Topical cyclosporine may also be used as a mouthwash in patient with the oral chronic graft versus host disease. هاي ما سامعين بيمكن. هذا يطلع على شكل وايد باتش كأنما فايبروسيس نتيجة الاميونيتي. فأيضا نستخدم لسايكلوسبورين to prevent this phenomena. And may be useful as an adjuvant therapy for oral pemphigus and pemphigoid. إذن vesiculobullous disease نقدر نستخدمه يعني أيضا السايكلوسبورين والألسراتيف اللايكن بلانوس بالإضافة إلى الغرافت versus host disease. المشكلة وين؟ The high cost has limited its long term use for chronic oral disease. وإحنا ذكرناهم أكثرهم chronic disease. In this situation, steroid can be used concomitantly. على مدى قلل يعني يقولك مشكلته هذا السايكلوسبورين غالي سعر. يعني الشيشة مالته يمكن $100 وأكثر. وإحنا نقوله 3-4 مرات باليوم يتمضمض به. فعلى مدى نقلل من التكلفة نخلي وياه أو نصاحب وياه التريتمنت نعطي وياه بنفس الوقت ستيرويد. يعني بدل ما استخدم انا 10 من سايكلوسبورين يوميا استخدم 5 مل وعوضه بالستيرويد وياه. السيستميك تريتمنت اوف اورال انفلاميشن هذا اللي حكينا عليه كان توبيكال تريتمنت اوف ذا اورال انفلاميشن. بالنسبه للسيستميك عندنا ايضا كورتيكوستيرويد عندنا توبيكال وعندنا سيستميك. Systemic steroid produce the most rapid response in patient with oral vesicular erosive disease.